يا رزوق. قال يا روح ما بعدك روح، وهو ابي على عيني وراسي، بس هذا من مؤاخذه، انا رح اعرفه ميت او عايش اكثر من الحكومه. كلامك جواهر يا ام ابراهيم، ايه بعرضي كلامك جواهر. شوف رزوق، عمي توفى الله يرحمه ويحسن اليه، وانت بذات ذات نفسك كنت موجود وقت الدفن. اول يوم عزا كنت موجود، واليوم التالي امبارحه كنت غايب، اليوم اوعك تغيب، مين حلوه بحقك؟ بيطلع حكي بين الناس، خاصة انك انت ابنه الكبير، ما هيك؟ لك بس ليكو قاعد بيناتكم، شو بكن يا جماعة؟ ابو ابراهيم، رويدا، خالد، سالم، لك مو على اساس كنتوا بدكم المصاري والبيوت؟ انا خلاص والله بتنازلكم عن كل شيء، بس بدي واحد منكم يشهد معي انه شحوا ليكو بشحمه وعظمه، لك بحلو فيه، لك شعني ليكني، بشحمي وعظمي ولحمي بحلو فيني. اخي رزو، انت اخي الكبير الله يخلي بنيك، يعني المصاري والبيوت تبع ابوك الله يرحمه لازم يكونوا باسمك لك، لانك انت الوحيد ممكن تحفظ اسمه لابو. الله يرحمه، نحن بكفينا الذكر. مو هيك اختي؟ الله يرحمك يا ابي. بلا اخي بلا، شو قيمه المصاري بعد المرحوم؟ تقبرني انت بداله، اللي معنا معك واللي معه معنا. يا لطيف يا ام ابراهيم، يا لطيف، كانك قاعده جوات مصيم قلبي. فعلا لو بدي احكي ما راح احكي غير الحكي اللي انت حكيته، لا زياده ولا نقصان. يا جماعه طيب سالم، مو انت على اساس بدك تنتج مسلسل؟ لشو؟ يعني ما انا اصلا الحمد لله شغلي كثير كثير منيح، اليوم تحديدا من الصبح لهلا صار جاييني شي 10 ادوار، ما ضل مخرج لا بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام ما دق لي، يعني كلهم الدنيا يعني ادوار ما كنت احلم فيها. فليش لحتى يعني يخسر مصاري وانتاج؟ يعني ما في خلاص. لك يا جماعه اذا مو من شاني ولا من شان مصاري مشان ابوكم. الله يرحمك. الله يرحمك يا عمي. لا ولا قوه الا بالله. ما بدكم شايفيني؟ العام ضربكم، منك الو الك الك، يحوى انت التباهي فيكم ويحوى انت التعب فيكم. لتفوح عليكم انا بقايم. طول بالك الله يروي ابو رسول. يبدو انه ما في خلاص، انت ما عدت بين الارض والسماء، انت صرت فوق بسابع سماء. الله يرحمه. طول بالك يا ابو رسول، رحمه الله عليك يا ابو رسول. الله يرحمك يا سيدي. يا رزوق بسلامة عقلك، شو نسيان انه اليوم ثالث يوم تعزايته؟ لك عزيز.